مساء الشعر والأدب، مساء الكرامة والغضب. قالت لي زميلتنا إباء إسماعيل: ليش منغضب؟ فشت خلق لك يا عمي. طلعوا حواليكم بهالأم العظيمة، عطوني شغلة وحدة عم بتصير ما بتخليك تشعر بالغضب. ما بدي احكي عن صفقة القرن بس، ولا صفقة العار، ولا صفعة العار. طلعوا على هول الصهاينة اللي عم يرقصوا بالبحرين بالمنامة رقصتهم طلعوا على السواح الإسرائيليين اللي عم يجولوا، طلعوا. ألا يحق لنا أن نغضب؟ يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. تعرفوا أيمتى قال المتنبي هذا البيت الشعر؟ من 1000 سنة. 1200. من 1000، لا 1050 سنة، 960 تقريبا. من شي 1100 سنة تقريبا. وما زلنا نجتر غضبنا، كل ما نعيشه نقتات غضبا، نقتات غضبا. لك إذا بتطلع على حكامك إنه بالله بالمؤتمر الصحفي اللي انعمل بالبيت الأبيض، بيجي سفير 3-4 سفراء عرب بيقعدوا مع الرئيس ترامب، هو عم يعلن عن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، عم يعلن عن صفقة القرن. منيح؟ شوي بيطلع إشادات بالجهود الأمريكية من كل الدول الخليج قاطبة، اللي عم تسعى لحل القضية الفلسطينية، واللي أكثر شيء بيستفزك الإشادة المصرية. هذه أم الدنيا، يا مصر يا أمة يا بهية، يا أم طرحة وقلبية، الزمن شاب وانت شابة ويا وراك وانت جاية. والله الواحد بيجي ليبكي. بيقول له البيان وزارة الخارجية المصرية: ينبغي أن تدققوا بتفاصيل الصفقة قبل ما تعلنوا موقف. لا، الأنكى من هذا كله أنه بيجتمع بعد يومين مجلس وزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية ويعلنوا بالإجماع رفض للصفقة. يلعن هذا عهر، هذا عهر. لما قال لهم مظفر النواب من 50 سنة: القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها، وشحذتم كل خناجركم وتنافختم شرفا وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض، فما أشرفكم أولاد القحبة، هل تسكت مغتصبة؟ أولاد القحبة، لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم، إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم تتحرك دكة غسل الموتى، أما أنتم فلا تهتز لكم قصبة. هول حكامنا، هول حكامنا، هول هن اللي لازم على فكرة. ما تفتكروا إنه الواحد قلبه بيحرقه أو قلبه يعني بحس بالغضب من عدوه، عدوك عدو، أمر طبيعي إنه يعني يحاول يعمل أي شيء لأنه عدوك. المصيبة بمين؟ عمر أبو ريشي قال مرة بإحدى قصائده: لا يلام الذئب في عدوانه إن يكو الراعي عدو الغنم. إذا كان الراعي عدو الغنم ساعتها
بعد مؤتمر رأطاع راكن أبيات متفرقة من قصائد من قصائد الغضب يا أختي إباء لا تنتهي. بقصيدته المشهورة أبيات مشهورة لعمر أبو ريشي وقت بعد مؤتمر القمة العربي اللي عقد بالرباط بعد سنة 69 شو بيقولوا؟ وقت اجتمعوا 14 رئيس عربي بالرباط ليبحثوا باستراتيجية عربية موحدة لمواجهة إسرائيل خرجوا من القمة دون أن يصدر أي بيان أو دون أن يتفقوا على أي شيء مثل العادة مثل العادة. يا للرئاسات كم أغرت مناصبها وكم كبار على إغرائها صغور ناموا على بهرج الدنيا وما علموا أن الفراش على المصباح ينتحر على أرائكهم سبحان خالقهم عاشوا وما شعروا ماتوا وما قبروا إن خوطبوا كذبوا أو طولبوا غضبوا أو حوربوا هربوا أو صوحبوا غدروا خافوا على العار. هذا البيت الأساسي بالقصيدة كل العالم تعرفه. خافوا على العار أن يمحى فكان لهم على الرباط لدعم العار مؤتمر. خافوا على العار أن يمحى فكان لهم على الرباط لدعم العار مؤتمر. في قصيدة لشاعر أردني يمكن ليلى اللي سامعين فيه قالت لي أختنا إباء يمكن ليلى اللي اسمه فايز أبو جيش ما بعرف إذا سامع فيه مش سامع فيه. من يشتري الأعراب مني والعروبة والعرب؟ حدا بيشتري؟ من يشتري الأعراب مني والعروبة والعرب؟ من يشتريهم كلهم؟ جمعا بحمل من حطب. من يشتري أشرافهم بحذاء طفل من حلب؟ من يشتري أشرافهم بحذاء طفل من حلب بمخاط طفل قد بكى قهرا على أم وأب مسكينة يا طفلة صاحت وقالت يا عرب أشلاؤها قد بعثرت من سهل يافا للنقب وتقول لي أين العرب سحقا لهم تعسا لهم تبد لهم بل ألف تب من رأسهم حتى الذنب. كمان أبيات من قصيدة لشاعر عراقي اسمه أحمد مطر ما كنا سامعين فيه. أنا لست أهجو الحاكمين. حلوة هذه هتعجبك يا إباء. أنا لست أهجو الحاكمين وإنما أهجو بذكر الحاكمين هجائي. أنا بس إهجي الحاكمين بكون عم بهجي هجائي. أنا لست أهجو الحاكمين وإنما أهجو بذكر الحاكمين هجائي. أمن التأدب أن أقول لقاتلي عذرا إذا جرحت